قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه آية في سورة النور، وسورة النور سورة مدنية يخاطب فيها ربنا تبارك وتعالى المهاجرين والأنصار، يخاطب الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يخاطب الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يخاطب الخلص من عباده، يخاطب خير البشر بعد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، يخاطبهم متى؟ بعد أن هاجروا وجاهدوا وبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أظهروا محبتهم لله ومحبتهم للرسول وبذلوا كل شيء في سبيل نصرة هذا الدين العظيم، وبعد هذا كله يقول الله تبارك وتعالى لهم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعلق الفلاح بالتوبة، ومفهوم الآية أن من لم يتب لا يفلح، لأنه علق الفلاح بالتوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فمن لم يتب لا يفلح أبدا، وقد جاء هذا صريحا في كتاب الله تبارك وتعالى حيث قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الذي لا يتوب ظالم، ظالم لنفسه حيث عرضها للهلاك وللعذاب ولبغض الله تبارك وتعالى لها، لأنه لم يتب إلى الله تبارك وتعالى. وكان سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يتوب في اليوم إلى الله 100 مرة، وكانوا يحسبون له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة: اللهم إني أستغفرك أتوب إليك. فإذا كان هذا هو حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان هذا ما أمر الله به أصحابه الخلص رضي الله عنهم، فبالله عليكم ماذا يقال لنا؟ نحن المقصرون، نحن المذنبون، نحن الذين قال الله تبارك وتعالى فينا: إنكم تخطئون بالليل والنهار. وتتفاوت ذنوبنا بين كثير وقليل، بين كبير وصغير، لكننا نذنب كثيرا ونقصر في حق الله كثيرا، ومع هذا نتوب قليلا، ومنا من يغفل عن هذه التوبة. فعلى المؤمن أن يجعل موضوع التوبة هاجسا دائما يفكر فيه: هل تبت إلى الله؟ هل ندمت؟ هل رجعت؟ خاصة قبل أن يسلم الروح
إلى بارئها عند نومه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ولذا نقول إذا أوينا إلى فرشنا باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظنا نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فقد ينام الإنسان نومته وتكون الأخيرة، ويوقظونه فإذا هو قد دخل في مرحلة حياة البرزخ، حياة الأخرى، وقضى حياته الدنيا وأتمها. فالمؤمن العاقل التقي هو الذي يجعل التوبة دائما نصب عينيه، وإذا عرف المسلم قضية مهمة ألا وهي أن الله جل وعلا يفرح إذا تبنى إليه سبحانه وتعالى. تصور أنك تفرح الله جل وعلا، أنت تكون سببا في فرح الله تبارك وتعالى. لله أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من أحدكم، يكون على راحلته في أرض فلاة، مفازة بر لوحده، فنام فانفلتت منه، فقام فلم يجدها، فصار يبحث عنها راحت، فأيقن الهلاكة، فنام تحت ظل شجرة ينتظر الموت أيس منها، ينتظر الموت، فإذا ناقته تأتي وتقف عند رأسه، وفي بعض الروايات جعلت خطامها في يده، فاستيقظ فإذا ناقته عنده، إذا خطامها في يده. تصور كم يكون فرح هذا الإنسان، عادت له الحياة، يأس من الحياة، أيقن الموت،